خلينا نبقى بالجزائر توني ونذهب إلى تقرير من مدينة بوسعادة، حيث تمثل عائلة قطاف الذاكرة الفوتوغرافية لهذه المدينة من خلال أشرطة الصور الثمينة التي تحتفظ بها بعناية كبيرة جيلا بعد جيل. نتابع تفاصيل أكثر في هذا التقرير. مدينة بوسعادة تعرف من خلال الصور التي رصدت في أكثر من 50 سنة خلت. الجملة من المعالم الأثرية في مدينة بوسعادة على اختلاف أزمنتها وتواريخها وصلنا وعرفناها نحن اليوم من خلال الصور. محل قديم، والمحل هذا اللي انا حاضرين فيه عنده واحد 35 سنة، والمحل معروف كما نقولوا زوروا العام الخاص، كما نقولوا زارنا وزير السياحة سابقا فاني هنايا، السواح كيجوا ما كانش وين يروحوا ولا كذا، احنا محتفظين بهذو الصور يجوا يزوروا يشوفوهم. محتفظين بهم كما نقولوا عن قديم ياسر كذا، وعندنا الحاج المرحوم الله يرحمه بن دوا مستحفظ بهم كما نقولوا، وحنا زدنا عاودنا كملنا تراثنا، هو تاريخ بوسعادة. لما تدخل المحل وهاك شفت، لما تدخل المحل تشوف بوسعادة القديمة اللي قدامنا تتغير. اليوم بوسعادة تغيرت، نتمنى إن شاء الله تكون تتغير للأحسن، ولكن احنا عندنا النوستالجي الحنين للماضي يخلينا ديما نشوفوا بوسعادة القديمة، وكل ما يتوحش الإنسان بوسعادة القديمة نجي للمحل هذا نشوف بعض الصور ونشوف بعض الذكريات. نشتم من خلال زيارتنا وترددنا على هذا المحل عبق الزمن الجميل وعبق الأيام الحلوة لهذه المدينة، تاريخ أبائنا أجدادنا، تاريخ قبائلنا وعشائرنا هنا في هذه المدينة الجميلة التي تملك حقيقة ماض مزدهر، ماض متنوع المشارب.